قام يحيى عياش بعملية الطرد لها بعملية ديزنغوف. عملية اهتز لها قلب الكيان الصهيوني، ولم يجرؤ أحدهم بعدها أن ينزل لشراء حاجياته من السوق. إنها عملية شارع ديزنغوف التي حولت حافلة صهيونية في قلب تل الربيع في العاشر من أكتوبر عام 1994 إلى كومة من الحطام، والمحصلة مقتل 23 صهيونياً